السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام، وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فأجرك الله يا سيدي يا مولاي يا بقية الله في أرضه، أجرك الله يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، أجرك الله يا سيدي يا مولاي يا وصي الأوصياء وإمام الأتقياء. مشاهدين الأحبة، نحن الآن نقف عند باب الغيبة لسيدي ومولاي الإمام الهادي، وكذلك لسيدي ومولاي الإمام الحسن العسكري. وإن شاء الله في هذه التغطية الخاصة لقناتكم قناة الإمام الحسين عليه السلام، وهي اليوم متواجدة بين النفوس وبين الوجوه النيرة التي أتت من كل حدب وصوب، وإن شاء الله ننقل لكم هذه الأجواء الإيمانية، الأجواء الروحانية التي جاء بها المؤمنين، جاء بها المعزين، حتى يواسوا سيدنا ومولانا الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن أبقى السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر. سلامكم الله وحفظكم. الله يحفظكم. اللهم يحفظكم إن شاء الله. طبعا أنا افتهمت من جنابكم هذه لأول مرة أنه توصلون لهذه البقعة الطاهرة وتتشرفون بهذه الزيارة. أخبرني عن شعورك وأنت حاليا لأول مرة سوف تصافح هذه الباب، هي باب الغيبة. طبعا الشعور لا يوصف بقدر ما أن الإنسان فعلا الوله والحب ومقابلة الحبيب. كيف الإنسان إذا غاب عن الحبيب فترة طويلة ويريد يوصل إلى هذا الاشتياق بالضبط اللي صاير إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم والعسكريين. زين، أكيد عندكم حاجة، وكل إنسان يأتي إلى هذا المكان أو هذه الأماكن المقدسة، وعليكم السلام، إلى هذه الأماكن المقدسة عنده حاجة، وكذلك راح تطلعون من هذه المنطقة، راح تكونون أناس محملين بعطر سامراء. فبالأول أريد أعرف حاجتكم شنو، والثانية إذا ذهبتم إلى دياركم إن شاء الله تذهبون بسلامة وتصلون بسلامة، ماذا يكون التبليغ على هذا المكان؟ يقول تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. فالإنسان يأتي للمكان هذا أول شيء ولها إلى هذا المكان. الشعور طبعا شعوري وحاجتي إلى المكان بأن يثبتنا وإياكم إن شاء الله على ولاية أمير المؤمنين وأهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأن نواسي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا أن وفاة الإمام الحسن العسكري ستكون في يوم غد إن شاء الله، وعظم الله أجوركم بهذه المناسبة العظيمة. وأهم يعني تهديم القباب والتفجير هذا طبعا لا يثني الناس زين عن الزيارات مهما حصل، فالناس تكون أكثر من هذا التحدي، وكلما تحدوا كلما زادت الناس تحدي لزيارة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكل سنة إن شاء الله في ازدياد لزيارة أهل البيت. بارك الله بك وشكرا لكم، واللهم يحفظكم إن شاء الله ويسدد خطاكم. بارك الله إن شاء الله. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر. لنا ولكم الأجر إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله. من أي محافظة أمي؟ محافظة النجف الأشرف، ولاية أمير المؤمنين. يا أهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم إن شاء الله. الحمد لله والشكر، تشرفتوا بهذه الزيارة. أكيد عندكم حاجة وعندكم فت كلمات يعجبكم تقولون لسيدي ومولاي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، شنو يعجبك تقول لنا؟ والله يقول لا يعجل لوليه الفرج، يعجل لولينا الفرج الإمام صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره ونعوانه، ويحفظ بلدنا ويحفظ شبابنا والهداية يا ربي، الشبابنا والأمان الأمان يا صاحب الزمان.
احسنتي بارك الله بك. زين هذه زيارتكم الاولى لو متكررة دائما تجون الى سامة ان شاء الله في مثل هذا اليوم قبل الوفاة. الحمد لله والشكر. زين امي اكو بعض الناس شوية عدهم يقولون مسافة بعيدة انه ما نقدر نجي السامراء او مثلا انه صار لهم ما يقارب فد يعني 20 سنة ما جايين لزيارة سامراء او اكثر او اقل. شنو تقولين للناس اللي ما قاعد يجون السامراء؟ والله الضحية والفداء للمجيء لأولياءنا وأولياء الله عز وجل. يعني أمان وحلوة وكل الطريق خطوة بخطوة إحنا بأمان والحمد لله والشكر. وفرحة وسرور نحس بيها رغم ما هي حزن بس فرحة وسرور لأن جايين يعني نعزي صاحب الأمر والعصر والزمان. شنو تطلبين من أبو صالح واليوم هو المعزة هو صاحب العزاء؟ الأمان لبلدنا العزيز. الأمان ويحفظ شبابنا ويوفقهم يا ربي ويهديهم على الطريق الصالح كل أولادنا ويحفظكم إن شاء الله ويخليكم يا ربي. الله يبارك بيك. الله يسلمك وينصر جيشنا طول الطريق. إحنا ترى ندعي لهم طول ما نشوفهم ندعي لهم. الله يبارك. والله شكرا عليك أمي. الله يبارك. الموت تتعذر دوار الخير السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والنبي الرحمة محمد وعلى آله الطيبين الطيب. أما بعد باسمي وباسم هيئة أحباب الزهراء محافظ واسط ناحية الشيخ سعد أتقدم بالتعزية الكاملة إلى صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية عامة والخصوص المذهب الشيعي بهذه المناسبة الإليمة وهي استشهاد الإمام الحسن المسموم الحسن الزكي الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. نتقدم بالشكر والجزيل إلى هيئات المواكب والقوات الأمنية والقنوات الإعلامية التي تنقل الحدث المباشر من قضاء سامراء في هذه المناسبة. كذلك أشكر جميع القوات التي تتواجد على طريق سامراء لحماية الزائرين. كذلك نتقدم بالشكر إلى كل الإعلام المتواصل في نقل هذه الحقيقة وهي استشهاد الإمام الحسن العسكري الذي هو لا يكون بعيدا عن الأضواء. ولكن نتمنى من الكل أن يحضر إلى هذه المدينة الظاهرة لتوضيح الزيارة ومرسومية الزيارة في وسط العالم لكي تصل إلى جميع أنحاء العالم. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله عليك الأجر. أنا ولكم يا قلبي. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك. أجيب من أنت؟ من يا محافظة؟ محافظة المحاويل بابل المسيب. يا أهلاً وسهلاً بيك. هذه كل سنة تجين لهذه الزيارة؟ إيه. صار لك كم سنة؟ وايد. وايد. إيه. زين. واحد مثلاً يقول لك أنا جاي أريد مصالح دنيوية ويا الإمام. لا. لا عافية. رزق لا زين. انت هنا اليوم اجيتي والحمد لله والشكر ان شاء الله تنقبل لك الزياره. شنو يعجبك تقولي له للامام؟ اقول لك انت وكل عام تستر على امه محمد الله اي جميع وشاف المرضى. اي والله مدى الازمان باثار ذهب الاسم السلام ورحمة الله وبركاته. بالبدء بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله إجورنا وإجوركم بمصاب مولانا الإمام الحسن العسكري وهذه التعازي نرفعها إلى مقام سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا الإمام الحجة المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. هو المعزى بهذا اليوم يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري ونحن أتينا من المدائن إلى سامراء طبعا والطريق مؤمن 100% والزوار يسيرون والمواكب حاليا كربلاء تحولت في سامراء الحبيبة. فدعوتي
إلى كل العراق، إلى الجنوب، إلى الوسط، لكل مكان، بأن يأتون إلى سامراء. الطريق مؤمن، المواكب موجودة، كما طريق يا حسين موجود طريق يا حسين اليوم في سامراء. ومن يريد أن يدخل السرور على قلب الإمام الحجة أن يأتي إلى سامراء، من يريد أن ينصر الإمام الحجة أن يأتي إلى سامراء، لأنه سامراء مظلومة، لأن قبورهم تهدمت وبنيت إن شاء الله، ولن 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 بعد إن شاء الله أن تتهدم، وإن شاء الله ياخذ القصاص العادل منهم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فأنا أشكر قناة الحسين الذي جاء هنا إلى سامراء، والعلا تغطي هذه الزيارة المليونية، نستطيع نقول إن شاء الله ببركة الإمام الحجة، وجميع المواكب موجودة بخدمة الناس. طريق يا حسين تحول في سامراء، فدعوتي من خلال قناة الحسين الموقرة هي وكادرها، فوالله ائتوا إلى سامراء، انصروا إمامكم الحجة، انصروا إمامكم الحجة بزيارة الإمامين العسكريين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك رجل. وأجورنا بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتمها على أبي القاسم محمد نعز العالم الإسلام والمراجع العظام ونعز آية الله العظمى المرجع العظيم السيد صادق الشيرازي، ورحمة الله على روح أهله الذي خدم آل البيت من زمان في كانت حوزتهم في سامراء. اليوم نعز العالم الإسلام في ذكرى استشهاد الإمام حسن العسكري، جئنا مشي من الإمام موسى الكاظم عليه السلام سلع الأقدام، نحيي هذه الشعيرة المقدسة الذي عن الإمام الصادق وعن المرجع يقول رحم الله من أحيا ذكرنا آل محمد. فنحن اليوم نحيي ذكرى استشهاد الإمام حسن العسكري، ندعو العالم يأتي إلى سامراء. اليوم مختلف، العالم جاء إلى سامراء، واليوم تربية الحسين عليه السلام المواكب خدمت كل جنوب العراق، يعني يخدم في جميع الزوار وجميع العالم. ومعنا قناة الإمام الحسين الذي هي تنقل فضائل آل محمد للعالم وعن رحمة الله على الحسين محمد رضا الشيرازي وآل الشيرازي الذين رحنا للإمام رضا مشي سيد صادق الشيرازي الله يحفظ هذا المرجع الذي قال أنتم جئتم من العراق بكم ريحة تراب الإمام الحسين فاستقبلنا وخدمنا لحد ما طبنا للسيدة معصومة. الإمام رضا كان في إيران يخدمنا بس في المرجع الشيرازي، يعني احنا 45 يوم نمشي انه انتم زوار الامام الرضا عليه السلام، احنا في خدمتكم. وكذلك حتى المراجع الله يحفظهم وكذلك السيد الصادق الحسين الشيرازي اطال الله في عمره يتشرف في خدمة الزوار. يعني سيد صادق الشيرازي من تقعد يمه تحس في حقيقة التشيع. كان السيد صادق الشيرازي المرجع، يعني اذا ذكرت الحسين بكى، يعني بيت الشيرازي هذه المرجعية العميقة في حبهم وبحرهم لآل محمد من العلم، يعني كل شيء لآل محمد يأيدونه، وعمرهم ولحظاتهم ودقائقهم هي في طاعة الله وخدمة المولى أبا عبد الله الحسين عليه السلام. أحسنت، بارك الله بك. هسه أنت جاي مشاي وتعبان إن شاء الله، يعني تعبان ما تعبان؟ ليس لنا تعب، نحن تعلمنا في مصيبة السيدة زينب عليه السلام الذي تصلي نافلة الليل من جلوس، نحن اليوم نزداد ننقل للعالم كل ما نسير في طريق آل محمد، نزداد طاعة إلى الله، تقربوا إلى القرآن. هسه احنا حاليا باب الغيبة، زين واللهم عجل وليك الفرج بحق محمد والي محمد. الإمام معنا وأنفاس الإمام معنا. شنو يعجبك تقول للإمام؟ شيء عجبك تطلع من قلبك وتقول للإمام؟ أمنيتي بالعالم أن يظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه. إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه رحمة للعالمين، الإمام إذا ظهر رحمة للعالمين أجمعين.
آل محمد بعث رحمة من الله، آل محمد هم الذين يمشون على نهج القرآن. ونقتدي في المرجع العظيم في الحوزة معصومة السيد صادق الشيرازي، يقول الإمام الصادق يعني عن لسان المرجع سمعته يقول: يا شيعتنا كونوا لنا دعاة الصامتين. نتخلق في أخلاق السيد صادق الشيرازي، ندعو من الله والإمام حسن العسكري إن الله يحفظ هذا المرجع الذي في العالم نشر دعوة آل محمد. شكرا لكم، بارك الله، رحم الله ذكم. حسينية أم الحسن من بصرة، ونشكركم ونشكر قناة الإمام الحسين، توفقكم الزهراء إن شاء الله. يا ابن الآيات قبرك ما مات، يا ابن الآيات قبرك ما مات، شتهمونا يهدمونا ويألمونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، خادمكم الله لكم الأجر وأحسنكم العزاء. أحسن الله عزاكم إن شاء الله، عزاكم الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله، والله يبارك بكم. سماحة الشيخ، سماحة الشيخ، سؤال يطرح نفسه. سماحة السيد صادق الحسين الشيرازي أطال الله في عمره، أنه في كلمته يوم 28 من شهر صفر لسنة 1440 أشار على أن الخلود للمعصومين، وذكر زيارة الإمامين الهمامين العسكريين عليهم السلام، وذكر الفارق بين الخلود بين الإمامين وبين وبني العباس عندما كانوا في سامراء، واليوم ليس لهم أي ذكر وأي قبر وأي سمعة إن كانت طيبة أو غير طيبة. فكيف للإنسان اليوم أن يؤسس لنفسه قاعدة جزئية من هذا الخلود للمعصومين عليهم السلام؟ أولا نقدم التعازي إلى صاحب العصر والزمان وللعالم أجمع والأمان الأعلام إن شاء الله جميعا بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري بأبي وأمي. سؤال لطيف جدا حقيقة. السؤال لابد أن يبني كل إنسان في داخله ماذا مبادئ أهل البيت سلام الله عليهم، وهذه القيم التي جاء بها أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك يقول صاحب المناسبة الإمام الحسن العسكري بأبي وأمي: نحن كهف لمن التجأ إلينا، يعني الملجأ الوحيد من؟ آل محمد. نحن كهف لمن التجأ إلينا، وعصمة لمن اعتصم بنا، ونور لمن استضاء بنا. الفقير معنا خير من الغني مع غيرنا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا. من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، هذا اللي يرتفع إن شاء الله شأنه. من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، ومن انحرف عنا فإلى النار، هذه نتيجتهم. لذلك شو يقولون على أمير المؤمنين: يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. أين التسافل؟ أين هذا هؤلاء اللي الحكام الطغاة؟ أين قبورهم؟ اندثرت قبورهم واندثرت سيرتهم إن شاء الله، وارتفع شأن أهل البيت وارتفع شأنهم، ووصلت رسالة العالم. اليوم أنا مسؤول عد مواكب، 10 مواكب هنا. اليوم أرى أولا يعني أوصل رسالة هذه الحشود المليونية ببركات حقيقة الحج الشعبي والقوات الأمنية والمجاهدة البطلة التي تسهر الليالي والأيام في سبيل الحفاظ على الزوار وفتح طريق أمان للزوار. اليوم نرى الملايين من الزوار إن شاء الله اليوم وغدا وبعد غد، ملايين من الزوار تأتي إلى قبلة العسكريين بيوم لتقديم التعازي إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. هذه الملايين الحشود المليونية تريد أن تصل إلى رسالة اطمئنانية إلى العالم أجمع، أنه أيها العالم أولا أن الطريق مؤمن ببركات الأبطال سواعد الأبطال، ثانيا أن أهل البيت سلام الله عليهم لكل العالم أجمع، وتصل رسالة اطمئنان لأنه نشر مبادئ أهل البيت للعالم أجمع، تصل إلى رسالة أهل البيت إلى الصين إلى كل دول العالم. ولذلك تجد هنا طوائف متعددة تريد أن تخدم أهل البيت سلام الله عليهم. أحسن، بارك الله بك. ولكن خطر ببالي السؤال كذلك من كلمة سماحة السيد المرجع السيد صادق الحسين الشيرازي، أشار إلى الذهاب إلى سامراء وزيارة السرداب المقدس.
هناك من يشكك، أصبحت مدرسة تشكيكية والبعض ينتمي إليها بموضوع السرداب، واليوم الناس تقدم وتتشرف بهذا المكان وخاصة بهذا السرداب، فكلمتكم يعني كلمة وجيزة بخصوص السرداب. مسألة السرداب مولاي هي مو مسألة بالمكين وليس بالمكان، هي أولا تجديد العهد للبيعة لصاحب الزمان أرواحنا لمقدم الفداء، أنفاس صاحب الزمان أشعر بها أنها هنا، فأنا جاي أجدد العهد والولاء لصاحب الزمان أرواحنا لمقدم الفداء. هاي الحشود المليونية اليوم عندما تزور العسكريين تدخل إلى السرداب، تجدد العهد مع صاحب الزمان، تطلب التوبة، تطلب الشفاعة إن شاء الله من صاحب العصر والزمان. هاي الحشود المليونية اليوم تريد توصل رسالة للعالم أجمع أنه إن شاء الله النصر على يد صاحب الزمان أرواحنا مقدم الفداء إن شاء الله، وإن شاء الله النصر يحرر العالم أجمع في دولته المباركة إن شاء الله. هاي الدولة الكريمة اللي يعني تنشر العدالة والمساواة لكل الأطراف وتضع لكل ذي حق حقه، يعني جزاكم الله خير. أحسن. بارك الله بيكم سمعت الشيخ. أكثر لفتت انتباهي يعني الناس اللي هنا يعني في سامراء قوم مختلف الطوائف، اليوم يعني يترجون بي أنه يردون فت خدمة ساعدهم، يعني يساعدون ويانا بالموكب، اليوم قاعد يترجون بينا يقولون يا بسعدكم كل ما أجي لأحد مشايخ يا بدا عندكم شيء تحتاجونه، إذا عندكم فشي نخدم وياكم كذا، هذا دلالة على حب أهل البيت دخل في أعماق الجميع، وإن شاء الله تصل إلى أعماق الجميع للعالم أجمع بجهودكم طبعا. أنا أشكر القنوات الإعلامية، أشكر قناة الإمام الحسين، أشكر هاي القنوات الإعلامية اللي توصل رسالة أهل البيت سلام الله عليهم أجمع، أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام، أهلا، عظم الله لك الأجر. رحم الله والديك إلنا ولكم الأجر. الله يحفظك إن شاء الله. من جاء حجي؟ يفتركم جينا من مدينة السدر. ما شاء الله، يعني من بغداد. من بغداد إيه. إيه. شلون هالزيارة، شلون الأجواء؟ إذا الله وهذا عبد الهادي سيدنا يستر الوادم على المشي هذا والعمل اللي تعمل الناس ونعمل. من جيت وشفت مشاية بالطريق؟ ايه هواية مشاية ما شاء الله. ايه والله نعمة، والناس تعذب على طول الطريق، يعني مو بس هذا التعذيب وهذا المشي، مو بس الناس من تروح الكربلاء او تروح للنجف في استشهاد الرسول، حتى هنا ايه أكثر من مالها سمع الأربعين ما شاء الله. أي والله زين. شنو يعجبك أنت تقول لأصحاب المواكب للزوار؟ أصحاب المواكب يكون الله يكثر خيرهم والله يرزقهم والله يطلع للأئمة هاي التوفيق يخلي الوادم كلها إن شاء الله تحوط عليهم. الله يسلمك حجي. زين شنو يعجبك تقول للإمام؟ شكل له هسه أنت بعدها راح تدخل، شو راح تقول للإمام؟ شكل له عندي حاجة، عندي حاجة أقول له دخيلك أحمل وادم هاي وخلى الرحمة بقلوب الناس وخلى عندها تعاطف وإلفة، يكون ماكو واحد يقول هذا غريب وهذا مو غريب، والله يستر الواد. ما هي حاجة خاصة ما عندك؟ ما عندي حاجة أطلبها منهم بقلبي إن شاء الله مقضية حاجتك حجي في أمان. يتهمونا يهدمونا يألمونا جاي للعسكري، جيتها من ديرة ديرة. شنو تريدين تقولين للإمام؟ أنت صاحبة حاجة. أي صاحبة حاجة، أريد الحاجة خلصها لي. اللهم إن شاء الله يرضى حوائجكم. فدوى العمر. الله يسلمكم إن شاء الله. فدوى العمر.